السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل بيتزا، ميني بيتزا سهلة وبسيطة. هنعملها من غير عجينة، هنعملها بالعيش الكايزر. سهلة قوي وبسيطة وشكلها تحفة، هتعجبكم ان شاء الله. بس بتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتضغطوا لي لايك. اول حاجة عندي هنا العيش الكايزر، بقسمه كده نصين. برضو الطريقة دي بتنفع لو عندك عيش بايت، برضو بتمشي، مش بيبان قوي ان هو بايت، بتبقى حلوة. برضو انا بقسم كل العيش اللي معايا بالشكل ده وبحطه في صينية. انا قطعت كل الكمية اللي معايا، ده كاتشب، ممكن برضو تستعملي صلصة تحطش عليها شوية ملح وفلفل اسود، بس انا استعملت كاتشب، سهل قوي. هدهن كده كل عيش معايا بالطريقة دي، هي سهلة قوي على فكرة، مش بتاخد وقت، بتنفع في العشاء او فطار، حلوة وتغيير. هخلص كله بالشكل ده، دهنتها كده بالكاتشب. بعدين انا جمعت كل البواقي اللي عندي في التلاجة، انا كان عندي بواقي فراخ وبواقي جبن ودي بواقي بسطرمة ودي جبنة موتزاريلا، كل البواقي دي بجمعها وبحطها عليها، بتبقى حلوة قوي. دي قطع الفراخ الصغيرة عليها فلفل اخضر، وهنا حطيت عليها جبنة رومي او جبنة تركي، وعليها الموتزاريلا. برضو هنا هحط البسطرمة دي، مشوحاها الاول في شوية من الزيت، بعدين عليها جبنة، واحط عليها الموتزاريلا. هخلص كله بالشكل ده، ممكن برضو تحطي عليها جبن بس وتضيفي زيتون معاها، اي حاجة بتحطيها عليها. بتدخليها بس تحت الشواية، بتاخد لون وخلاص. في اسرع وقت بتكوني عملتي فطار او عشاء، او ممكن برضو تعتبريه غدا، حلو قوي. انا خلاص دخلتها تحت الشواية، اخدت بس الجبنة ساحت بس، واخدت كده لون معايا، جميلة قوي. ممكن اول ما تطلع برضو تغطيها عشان بيبقى العيش كده ناشف شوية، او ممكن تسيبيه متحمص كده، بيبقى مقرمش وحلو قوي، حسب ما تحبي. انا هنا هفتح واحده، حلوه جدا، طريه وفي نفس الوقت كده بتقرمش، تحفه، هتعجبكم ان شاء الله، وسهله، حضرتها في اسرع وقت. انا هنا هضيف عليها كاتشب زي ما تحبي براحتك. حلوة قوي، حضرنا ميني بيتزا في اسرع وقت، سهلة وبسيطة، ومن بواقي التلاجة عندنا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوها، اتمنى ان يكون فيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.